كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك أمس في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب. وألقى الرئيس السيسي كلمة ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، وأيضا الكلمة استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية خاصة الحرب في غزة، وطلبت بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية. امبارح كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بتعمل على توافر جميع ألوان الأدوية خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب سواء للأدوية أو لغيرها من السلع الأساسية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار مهمة حصلت امبارح، أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب. وألقى الرئيس كلمة ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية خاصة الحرب في غزة، وطلب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الصينية بكين مع لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني. ركز اللقاء على بحث أطر التعاون بين مصر والصين وتطلعات لدفع العلاقات في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية اللي بتجمع البلدين. أيضاً تناول الجانبين سبل دفع المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين البلدين ومقترحات التعاون الجديدة المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية خاصة في ضوء عضوية البلدين في تجمع البريكس. وتم التركيز على قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائي والقطاع المالي باعتبارها من القطاعات الواعدة اللي بتلبي المصالح المشتركة للبلدين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر. واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدرتها في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب سواء للأدوية أو لغيرها من السلع الأساسية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة اللي شهدت استنفاذ الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام، في حين بدأت الشركات المختلفة مع توافر الدولار حالياً في بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام يسهم في زيادة المنتجات الدوائية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لمناقشة سبل تعزيز الصادرات المصرية من الدواء. تطرق الاجتماع لسبل توفر الدعم والمحافظات للمصانع في هذا الشأن بما يسهم في زيادة الصادرات من المنتج المحلي ويضمن تنافسيته في الأسواق الخارجية.